في أول ظهور له منذ عامين، اعترف الإخواني طارق رمضان بالكذب فيما يتعلق بالاتهامات التي تلاحقه بالتحرش والاغتصاب. وأقر رمضان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة بي أف أم الفرنسية بإقامة علاقات غير شرعية مع المشتكيات التي اتهمنه باغتصابهن، ومن بينهن الناشطة الفرنسية هند عياري. حفيد مؤسسي حركة الإخوان الإرهابية قال إن تلك العلاقات تمت بالتراضي، وأنه اضطر للكذب من أجل حماية نفسه وأسرته، معرباً عن أسفه حيال ما اقترفه من أخطاء تتعارض مع مبادئ الأخلاق الإسلامية حسب تعبيره. وتقدم رمضان بالاعتذار لكل من وثق به من المسلمين الذين خذلوا جراء أفعاله، وقال: أطلب من الجالية المسلمة وجميع من خيبت أملهم الصفح، لأنني تصرفت عكس مبادئي. كان رمضان قد خضع للتحقيق منذ 2 فبراير عام 2018 بسبب تهمتي اغتصاب، وقد أطلق سراحه في شهر نوفمبر الماضي مع إخضاعه للمراقبة القضائية بعد أن قضى 9 أشهر في الحبس الاحتياطي، فيما يواجه تهماً جديدة بالاغتصاب قد تؤدي إلى إلغاء السراح المشروط وإعادته إلى السجن، حيث اتهمته امرأة خمسينية بالاغتصاب الجماعي مع أحد مساعديه في فندق بمدينة ليون الفرنسية عام 2014.